طيب. أنا ما أعتقد أنه هذه الحالة أصابت المجتمع العراقي والجو البغدادي بحالة من الهلع والفزع، بالعكس الوضع طبيعي جدا ولا يوجد شيء، لأن المنطقة منطقة بعيدة عن مقاربات بغداد، وما حصل تم تداركه للعلم. معلومة يا أستاذ عدنان، لم يتدخل الأخوان في فض نزاع في 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 ذلك الوقت، يعني أقصد الأخوان الحشد الشعبي ما تدخلوا الحشد، بل الذين لا 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 ما كنت تدخل يعني لفض النزاع. الأخوة في قيادة عمليات بغداد مع يعني القوات الأمنية الأخرى صارت يعني تدخل وحديث من قبل، نعم الحديث مع أمن الحشد، تم تهدئة الوضع، واللي أطلقوا النار أعتقد أيضا تم إيقافهم، وسوف تتخذ يعني إجراءات قانونية محددة ومعينة في الأمر الذي صدر. من أصدر هذا الأمر ومن صلاحية من؟ هل هناك أمرا قضائيا أم لا يوجد أمرا قضائيا؟ بالتالي هذه الحالات الاستفزازية طبعا ما ممكن أن تصير ولا نحبذها، ولا ممكن يعني القائد العام يترك كل مشاغله وكذا يتدخل لأنه صارت مشكلة مثلا أو مصادمة بين جهازين أمنيين. لا، أكو هناك قيادات أخرى تهتم. نعم نحن مع حفظ الأمن، مع حفظ السلام، تعرف حضرتك بغداد صار 6 أشهر أو أكثر تعيش حالة من السلام والوئام اللي ما عاشته خلال أيام الأعوام الماضية. لذلك أهمية الموضوع، يعني أنت تعرف